يقول: إننا بهذه الأبحاث نتلمس طريقا إلى مدرسة تاريخية يمانية. ألم يئن الأوان لمدرسة كهذه بعد 40 سنة من إنشاء جامعة صنعاء وغيرها من الجامعات في اليمن؟ أتكون كتابة تاريخ أسلافنا بأيدينا خطوة محمودة في سبيل إيجاد هذه المدرسة؟ على أن الخطوة التالية التي يجب أن نخطوها هي أن يكون لباحثينا منهاجهم الفكري الأصيل في تناول قضايا التاريخ اليماني بروح يمانية. صدر مؤخرا عن الهيئة العامة للآثار والمتاحف والمخطوطات اليمنية العدد 13 من مجلة ريدان المحكمة شهر ذو الحجة سنة 1445 هجرية الموافق يونيو 2024 ميلادية. الملفت للنظر هنا هو احتفاء العدد الجديد بعنوان كتاب الملوك. ترى ما هو سر إطلاق هذا العنوان على العدد الجديد تحديدا؟ ومن هم الملوك المعنيين هنا؟ وهل فعلا يستحق هذا العنوان المرموق؟ أم أنها مجرد كلمة رنانة تسعى إلى لفت أنظار القراء والمتابعين فحسب؟ شأنها في ذلك شأن العناوين الملتهبة على صفحات التواصل الاجتماعي في حين تأتي المضامين خلافا لتلك العناوين، بل أبعد مما يتخيله القارئ المهتم. دعونا نتابع سويا ما كتبه الأستاذ عباد بن علي الهيال رئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف في مقدمة هذا العدد، من ثم نقف على فحوى الرسالة التي يريد إيصالها للباحثين والخبراء الآثاريين اليمنيين بشكل خاص وللمهتمين بالشأن التاريخي اليمني بشكل عام. يقول الأستاذ عباد الهيال: لو اجتمعت نقوش محرم بلقيس جميعها للدارسين اليمنيين منذ 30 أو 40 سنة خلت، لكان الدارسون قد مضوا في دراستهم لها على سنن واضح وخطة معلومة، ولكان تاريخ اليمن في رأينا قد نحى منحا آخر منذ إذن. ظل الباحثون في اليمن أسارى ما يصل إليهم من دراسات الأجانب لنقوش يقترونها تقتيرا، مع أنهم كانوا وما زالوا يستحوذون على الكثير الكثير منها. وفي الأشهر القليلة المنصرمة اجتمع لدينا بتوفيق من الله مقدار حسن من صور نقوش محرم بلقيس، فصار بإمكاننا تقسيم النقوش وتصنيفها ومن ثم دراستها وفق ذلك التقسيم، كأن نقسمها على أسماء الشعوب والقبائل التي ينتمي إليها مدوني تلك النقوش: سبأ كهلان، غيمان، جدن، سخيم، تنعم وتنعمة، أو وفق موضوعاتها: نذرية، حربية، إنشائية، أو وفق النقوش التي تقدمت بها النسوة، أو وفق الملوك الذين سطرت تلك النقوش في عهدهم، بغض الطرف عن موضوعات النقوش. وهذا التقسيم الأخير أي وفق ذكر الملوك هو الذي اعتمد في عدد ريدان هذا، وقد تباين أولئك الملوك في عدد النقوش التي دونت في عهد كل منهم، فمنهم من ورد ذكره في 50 نقشا، ومنهم من لم يزد عن بضعة نقوش، ولا ندري إن كانت تلك الأرقام تشير إلى مقام أولئك الملوك وسلطة كل منهم أم لا. وقد خص هذا العدد بملوك أقل ذكرا من غيرهم، فرأينا أن نجلو شيئا من تاريخهم وأن نجعل النقوش متكئا لنا إلى دراسة تاريخ كل ملك، فنذكر اسمه ونسبه وجوانب من عهده في السياسة والدين وغير ذلك ما أمكن إلى ذلك سبيلا، ثم نورد نصوص النقوش وتفسيرها بعربيتنا المحضة مع شيء من تحليل لغوي للمفردات تقل أو تكثر. وطلبنا من باحثينا أن يضيفوا إلى النقوش الجديدة صور النقوش التي درست من قبل ولم توثق بصورها، ورتبنا تلك الدراسات ترتيبا زمنيا من الأقدم إلى الأحدث. ثم يواصل الأستاذ عباد الهيال بقوله: نريد القول إن الغاية أن يخرج القارئ اليماني والعربي بصورة واضحة عن هؤلاء الملوك وعهودهم في دراسات وأبحاث كتبت بأيدي الباحثين اليمانيين أنفسهم، أما مدى نجاح الباحثين في ذلك فمتروك للقارئ اللبيب. أقول إننا بهذه الأبحاث نتلمس طريقا إلى مدرسة تاريخية يمانية؟ ألم يئن الأوان لمدرسة كهذه بعد 40 سنة من إنشاء جامعة صنعاء وغيرها من الجامعات في اليمن؟
أتكون كتابة تاريخ أسلافنا بعيدنا خطوة محمودة في سبيل إيجاد هذه المدرسة؟ على أن الخطوة التالية التي يجب أن نخطوها هي أن يكون لباحثينا منهاجهم الفكري الأصيل في تناول قضايا التاريخ اليماني بروح يمانية تستقل ولو إلى حد ما في بدايتها عن منهاج الغربيين في تناول تاريخنا، وهو أي المنهاج الغربي منهاج ضاغط مسيطر لن يعسر علينا إدراكه في كتابات باحثينا حتى اليوم. إن لهذه المدرسة المؤملة متطلبات عدة لا أزعم أن لي قدرة على الإيفاء بها. درست نقوش هذا العدد على النحو التالي: 1- نقشان من عهد الملك السبئ وتار يهأمن بن إلي شرح يحضب الأول من سنة 125 إلى 130 ميلادية درسهما فيصل البارد. 2- نقوش من عهد الملك السبئ سعد شمس وابنه مرثد من سنة 130 إلى 150 ميلادية درسها محمد ثابت. ثلاثة، نقشان من عهد الملك السبئي وهب إيل يحوز من سنة 150 إلى 165 ميلادية وابنيه كرب إيل وتار يهنعم من سنة 165 إلى 170 ميلادية وعن ماري هأمن من سنة 170 إلى 175 ميلادية درسهما عبد الله العزي. 4- نقشان أحدهما من عهد الملك السبئي رب شمس نمران من سنة 175 إلى 185 ميلادية والآخر من عهد الملك الريداني الحميري ذمار علي يهبر الأول من سنة 132 إلى 175 ميلادية درسهما يحيى داديه. 5- نقش من عهد الملك السبئي علهان نهفان من سنة 190 إلى 205 ميلادية درسه محمد القيلي. 6- نقوش من عهد الملك السبئي لحي عثت يرخم من سنة 225 إلى 230 ميلادية درسها علي النشري. 7- نقوش من عهد الملوك الريدانيين الحميريين ياسر يهنعم من سنة 287 إلى سنة 312 ميلادية وابنيه ثاران أيفع وذر أمر أيمن وكرب إيل وتار يهنعم من سنة 312 إلى 317 ميلادية وثأران يهنعم بن ذمر علي يهبر الثاني وابنه ملكي كرب يهأمن درس تلك النقوش علي صوال. وبينما كنا نجمع مادة تلك وصلنا بحث لمحمد الحاج لنقش من وادي الجوف من عهد الملك السبئ يدع إيل بين بن يثع أمر من القرن الخامس قبل الميلاد تقريبا، فرأينا وضعه قبل نقوش الملوك السابقين مع بعد الشقة الزمنية بينه وبين النقوش السالفة الذكر، وهي كلها من محرم بلقيس سوى نقشين أو ثلاثة. من هذه المقدمة الرائعة نستخلص أمرين هامين. الأول هو الرد على السؤال المطروح في بداية الحلقة: لماذا حمل هذا العدد من مجلة ريدان عنوان كتاب الملوك؟ إذ كانت محتويات العدد حافلة بنقوش مسندية دونت في مراحل متعاقبة ذكر فيها ملوك تلك المراحل. الأمر الثاني وهو الدعوة الصريحة إلى تأسيس مدرسة تاريخية يمانية بمنهاج يماني مستقل بغية الخروج من دائرة المنهاج الغربي، وهذا أمر لا شك عظيم يحلم به كل يماني غيور على تاريخه وهوية بلده. فكثيرا ما نشعر بالتذمر والاشمئزاز عندما نحال في كثير من الأحيان إلى علماء وباحثين أجانب لفك شفرات من الأولى والأجدر أن يكون الخبير اليمني ولا سواه هو المعني الأول بفكها.